بتعرف من هي أول امرأة صعدت إلى الفضاء؟ والله في بسمع بكتير شخصيات طلعت على الفضاء وعالم وصلوا على الفضاء، بس بسمع في وحدة روسية اسمها فالنتينا شكوفا، يمكن هي أول وحدة بتوقع صعدت على الفضاء. هل تعرف من هي أول امرأة صعدت إلى الفضاء؟ على ما أعتقد اللي هي فالنتينا. تعرف شو جنسيتها؟ روسية على ما أظن جنسية. الأمريكية جان 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 كلوز أو جان دارك، ما أفد اسم مقارب بالشكل، أول امرأة بطلة يعني سجلت تاريخ للمرأة العالمية، لأنه المرأة ممكن تصل لأي مكان.